في بلدة فزح ولاية اللواء، الشباب وقت الغداء الحمد لله وخسران طبعا بما مرافقنا. دكتور ماجد، كيف تقول عن هذه اللحظة؟ ها؟ لحظة طيبة، لحظة طيبة. الأخ حمود ماذا والله تقول؟ أنا أول شيء أنا سعيد أني وصلت لهذه المنطقة، نعم، وتحديدا عند عين الثوارة والفلق، عندك فلق العين، نعم، الثوارة، نعم، ما شاء الله، قرية فزح في ولاية لواء. لواء، نعم، ما شاء الله. وايضا نعم، من معي؟ ما شاء الله، ما شاء الله. الاسم الكريم، تفضل دكتور. الاسم الكريم، اسم الكريم. اسمك، اسمك. 250 كيلو تسنى عن اسمي. سو تفضل. سالم بن سيف الوهيبي. من؟ طلال بن طلال. ما هو انطباعك الان عن هذه اللحظه؟ والله طبع طيب وجميل ما شاء الله، مكان طيب. نعم، جزاه الله خير الكابتن حمود، جمل فينا، جزاه الله خير ان شاء الله. والاسم الكريم؟ عمر الوهيبي. عمر، كيف ماذا تقول عن هذه اللحظة؟ مكان طيب ما شاء الله، مستمتعين بالرحلة. نعم، ما شاء الله. الله يوفقك. الاسم الكريم؟ وقاص بن عود عبد الله الوهيبي. تفضل وقاص. مكان طيب، مرة على الهواء مباشر. نعم، اي، وبقانا بالعين. الحمد لله، الله يوفقكم. بارك الله فيكم، الله يحفظكم.